اهلا بيكم في قناة ميمي تاروت. رسالة علشانك دلوقتي من الشخص اللي في بالك، وكمان رسالتك من البعد الخامس. الطاقة الزمنية للفيديو مفتوحة من اي توقيت بتسمع فيه القراءة دي. هو انت هنا في حاجة مضايقاك شوية، على الأكتر فراق أو انفصال عن شخص معين. جايز الشخص ده كان بيديلك الشعور بالطاقة، أو بتبقى مبسوط وانت معاه، كان وجوده بيفرق بالنسبة لك بشكل إيجابي، بس هو مش معاك دلوقتي، فعشان كده حاسس ان في حاجة ناقصة أو ان في حاجة مش مظبوطة معاك. رسالتك من البعد الخامس، حاول شوية ان انت تخرج من طاقة المشاعر السلبية او الشعور بان انت ضحية، او ان انت يعني اتضحك عليك او اتغدر بيك، وان ده الوقت المناسب بالنسبة لك ان انت تبدأ في الشفاء والاستشفاء. يعني لو بتفكر ان انت تتشافى او تحاول تتبع خطة علاجية او شفائية سواء نفسية او روحانية، فاعتقد ان ده الوقت المناسب بالنسبة لك. الشخص اللي انت بتسأل عنه هو في حالة الشعور بالحزن والوحدة وربما الاكتئاب ايضا. حاول يتواصل معاك، وكأنه بيحاول يتواصل معاك برضو خلال الفترات اللي جاية. لو الطاقة دي عليك ممكن منطبقة، يعني ممكن محاولة تواصل الشخص ده معاك تكون على مدار 24 ساعة اللي جايين، لانه هنا لم يكن حاول التواصل معاك بالفعل اكتر من مرة، فيمكن الشخص ده زي مثلا بتصحى تلاقي رسالة منه او محاولة منه للتواصل معاك مرة تانية. الشخص ده كان مهتم انه يعرف اخبارك وبيتابعك الفترة اللي فاتت من وقت للتاني. للبعض منكم كان بيراقبك ربما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة او حاجة، ممكن يكون معاه حساباتك او كده، بيقدر من خلالها ان هو يزورك او يشوفك او يطمن عليك ويعرف اخبارك. خليني اخد لكم رسالة من هنا. حاول ان انت تراجع الماضي واللي حصل فيه، وفي نفس الوقت اللحظات الموجودة في الوقت الحالي، وده افضل طريقة بالنسبة لك ان انت تبدأ تخطط للمستقبل، او مستقبل يكون ناجح ولامع بالنسبة لك. فلو انت عايز المستقبل اللي هو بكرة يبقى كويس، فابدأ اشتغل على الحاضر الوقت الحالي، وفي نفس الوقت بتتعلم من التجارب او الخبرات اللي حصلت في حياتك في الماضي. شكرا لكم، والى اللقاء بفيديو جديد. او الابراج اللي هنا هي الطاقات الترابية كلها هنا موجودة، برج القوس والجوزاء، وبرج التلو والعذراء، والقوس مرة تانية، والاسد، وبرج التلو. شكرا لكم.